دكتور خالد؟ دكتورة سمر، أنا محتاج مساعدتك. أكيد طبعاً، تفضل. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. مرحبا ابو سلطان. هلا. بشرني، كيف الامور؟ الحمد لله بخير وبنعمه. لا والله شكلك تعبان. هو بخير. على العموم اذا حاب تاخذ اجازه اليوم ترتاح خذ اجازه، ريح شوي. لا ابد، يعني الامور طيبه، بس انا كنت مناوب امس بالليل وما قدرت ارقد عدل. وبعدين انت تعرف احنا الدكاتره ترى متعودين على قله النوم. يلا هانت، كلها ان شاء الله كم يوم تخلص مهمتك وترد بلاد تمارس حياتك الطبيعيه. انا بس كنت مار اطمن عليك بامر المخيم، شيء عندي كم ان شغله، وفي الليل بشوفك المكتب. اهم شيء عندي انك ترد بلاد وانت مرتاح. يلا انا بترخص عنك. الله يعطيك العافيه. يعافيك. ليس، شو عم تعمل؟ بدري. انت ليش صاحي بدري؟ ما انت مو راضية تصحي، عشر مرات رن المنبه. هلا بدك تحملني جميلة لأنه مرة بحياتك صحيت بكير؟ أي. ولابس ثياب المدرسة من هلا؟ أي. شكلك مش نايمة مليح؟ لا كثير طولت لغفيت، بس خلاص بدي اقوم اتنشط انا كمان.
تعال هون. شو مالك؟ عم شوف اذا سخن. طبيعي الصحيان يعني مبكرات. او انا عم بحلم. الو. هلا دكتور، شلونك؟ مرحبا احمد، خير؟ والله دانا شكلها تعبانة شوي. انزين، تقدر تاخذها وتجيبها عندي العيادة هني؟ يلا هسه بنجيبها، شكرا دكتور، مع السلامة. ان شاء الله. ما بخلص علاجي لما يقولنا الدكتور، بس انا تعبت. والله بعرف يما، ان شاء الله عن قريب. منى ساعدي امك بدانا، مش شايفتيها مش ملحقه؟ وانا قاعده برتب، شو شايفني بلعب يعني؟ مشان الله مش قادره اسمع خناقاتكم. اميره كأنك تعبانة؟ ما بعرف، يمكن. يما بتعرف شو الدكتور قال؟ الله يخلي لي اياكش. اي اي. طيب بلا ما تعديها، انا باخذها على الدكتور. روحي على شغلك وانا بطمنك عليها. طيب حبيبي بس طمني، لا تغلبي خالك. غلبيني قد ما بدك. باي يما. باي يما، السلام عليكم. خالي جاهز نروح الدكتور؟ ايه يلا. والسؤال اللي بدي اسالكم اياه هلا، شو هي عاصمه السويد؟ واللي بيعرف اجابه هذا السؤال رح اعطيه 10 علامات زياده. السويد. السويد؟ ما زبطت معك هالمره. موسكو. موسكو عاصمه روسيا. مين بيعرف يا شباب هدول 10 علامات هيك مجانا؟ انت هاي حصه عربي، شو بدنا بالعواصم؟ بالله شو؟ انت بس حجج فاضيه مشان ما تشغل مخك. ما شو استاذ ليس، ما بدك 10 علامات؟ سويسرا. سويسرا هي بلد مو عاصمه. ها تفضل ليكو الاستاذ، بما انك كثير شاطر وعارف قلنا شو عاصمه السويد. بشرط اذا بجاوب صح كل واحد فينا باخذ 10 علامات. يا سلام، عم تحط علي شروط. طيب وانا شو بيطلع لي اذا ما جاوبت صح؟ ما بعرفش. إذا ما جاوبت صح بدك تحفظ خريطة العالم كله وكل العواصم وتسمعن قدام الصف الأسبوع الجاي، وافق؟ اتفقنا، أصلاً حافظهم كلهم. لنشوف، تفضل قول. ستوكهولم. صح. يلا وعشر علامات لكل واحد فيكم. أعطيني إياه. أنت كيف بتوسخي؟ والله ما بدري عنك. صباح الخير. صباح النور. شلونكم اليوم؟ والله بنجنن ولا بنجننش؟ بنجنن. شو وين رايحين؟ بدنا نروح على المستشفى لانه بدي اياها تندق 20 ابره عشان تضحك علي مره ثانيه. انا ما بتغير عليك. انا تضحكي علي يا خالي؟ تضحكي علي؟ تضحكي علي كيف يعني؟ كيف؟ يعني انا مش راح القطك؟ انا بلقطك مثل الطير الطايب. سلامة قلبك حبيبتي. طب وين اميره؟ اميره تعبانه وقاعده. طب بدكم اروح معاكم؟ إذا اعتزتوا شيء مثلاً؟ ناخذها؟ إيه نتشرف. اسمعي هالسلافة قاعد بحذر بيها، شو بقول لها؟ بقول لها إيشي بس ينام بغمض عينيه، شو قالت لي؟ قوم العب معهم. ولا واحد فيهم بيعرف يلعب. ايه معلش، انت العب معهم بتعلمهم وبتصير كابتن الفريق. هذول مورينيو ما بيعرف يدربهم. مين مورينيو؟ ما بتعرفيش مورينيو؟ مدرب نادي
معروف يعني مشهور؟ ايه بدير لك شيء، رح روح كمان مرة عندينا على جمعية. الله معك. محتاج عضلاتك معي هالمرة لأنه في غراض كتير تقال بدي إياك تساعدني بإني شيلهم، ومنا كمان تعتذر منا على المصيبة اللي عملتوها هداك المرة. ما فيك تقول لا بالمرة، لسه هلا مرقت لك شغلة هالقد قد بالصف. طيب خلص ماشي. باجي معك. قوم العب. لك قوم. تصطفل. دانا كيف حالك اليوم؟ تعبانة. دكتور طول امبارح وهي تعبانة وظلت تتراجع مع انها مش ماكلة. زين. انت حاسة بكحة؟ زين. تقدر تقولي لي بشو حاسة بالضبط؟ حاسة كل صامة سمي دم. خليني اشوف. في دم. انت جرحتي نفسك؟ زين. اليوم احنا بنضطر ناخذ لها عينة دم ونحطي لها محلول وريدي لان هي ما ماكله شيء. دكتور انا مش فاهم. ما عليك اطمن. احنا بنطرش عينة الدم للمختبر عشان نتاكد اذا عندها نقص بالصفائح ولا لا. واذا هي محتاجة اي ادوية ثانية بنعطيها ان شاء الله. دانا بتقعدين معانا هني في المستشفى كم من يوم؟ كأني بالدار. تمام. المهم هي ان شاء الله بتتم عندي وما ابغيكم تحاتون ابدا. دكتور بس اني يعني ما اقدرش اتركها دكتور، يعني دانا غاليه علي. لا تحاتي، دانا في عيوني. ماشي دكتور. خالي خليك شطوره وما تغلبي الدكتور خالد. لا أصبح الدكتور خالد. وإذا بدك إشي قولي للدكتور هو برن لي. دكتور الله يخليك بأمانتك. دانا في عيوني. شكرا. الله يحفظك. احنا نحاول دائما نغير من حالنا لان بداخلنا احنا مش راضين، ونحاول نحن نكون في احسن صورة، ونبغي نكون احسن شيء نقدر عليه. الموضوع مو بموضوع رأي الناس، الموضوع هو رأينا في حالنا احنا قدام الناس. مرت عمي بدي أقول لك إشي وما في طريقة سهلة أحكي فيها، فرح أحكي دغري. أحكي فرح. أنا ما عدي أستنى وسيم. اصبري كمان شوي. مرت عمي أنا عن جد آسفة، أنا عشت معكم مثل عائلتي بس أنا مش قادرة أتحمل. تحملي كمان شوي فرح. يا مرت عمي انت فقدت الامل، شلون يعني عم تقولي لي اصبر واتحمل؟ معلش تعي على حالك شوي واصبري. تزعليش مني مرت عمي، بس انا عم بفكر انه افضل حل هو الطلاق.
مرحبا دينا. اهلا سلمى. لايت كيفك حبيبي؟ كيف اجرك؟ الحمد لله تمام. أنا آسف على اللي سويته المرة الماضية. ما يهمك حبيبي، ما صار شيء، واعتذارك مقبول. دينا هدول هنن الكراتير؟ آه لازم ننقلهم بس. شو عم بتفطري لصار يرد عليكي هيك؟ قرر يفرض عضلاته علي بالصف، وهيك تقريبا عم عاقه. عشان هيك زي العصر الليمون بعينه؟ قررت اتعامل معه مثل ما كنت اتعامل مع عادل. هي مالها سهله بس يعني مضطره، شو بدي اسوي؟ صراحه تطور. ايه في تطور. قررت اني ما ادلعه كثير، بحبه يعني، بس لازم اتحمل مسؤوليه معه. هو اللي بعمره بصراحه بدهم هيك، بس مهضوم كثير. مرحبا. مرحبا. شو تتوقعين الجايب لك؟ إبرة. لا تخافي، مش إبرة. أبغضل فكرتك نسيتها. لا ما نسيتها. يلا خلنا نشوف إحنا وين وصلنا. هذا كله عدينا منه. ايوه اهني. ومع مرور الايام احست الاميره رابونزل بانها لن تخرج من هذا البرج ابدا. كل يوم في الصباح الباكر كانت تنظر من النافذه الصغيره مطله على السهول الخضراء وشلالات المياه القريبه. كانت تنظر الى العصافير التي تطير حولها بفرح وحريه، متمنيه ان تكون مثلهم. وفي احدى الايام كانت رابونزل تمشط شعرها الطويل وتغني عن السهول والأرض التي تشتاق أن تدوس عليها، عندما سمعت صوتاً قريباً من الخارج، صوت أحافير الخيل. ثم ببطء تحاول رابونزل النظر من النافذة الصغيرة، ممعنة النظر بالفارس والحصان. ينزل الفارس من على الحصان ويخلع خوذته ليبدو شعره لامع. ينظر الفارس لأعلى البرج، تخاف رابونزل من أن يراها فتختبئ منه. أكره غذاء الفارس. لازم نكمل القصة عشان نعرف. أكيد رح ياخذها. حبيبي مثل ما عم أقول لك، خلص اتصرف. بلشي ما رضيش يجي مثل المرة الماضية. لك يا اخي ما بيصير ما يرضى هاي المره، الا اذا بده يضيع لي وقتي. هسه بروح بخبره. يلا تصرف، اتكل على الله. يلا. بالاذن استاذ قيس. اهلين، اهلين ست عبير. كيفك وكيف الشغل؟ والله الحمد لله ماشي الحال، انت كيفك؟ تمام الحمد لله. استاذ قيس كنت عم فكر يعني بما انه البنات حبوك وارتاحوا لك. الله يخلي لك اياهم، والله شروق هديل ما في منهم. تسلم الله يخليك يا رب. يعني إذا ما بيناسبك قلي يعني. قليلي لا تخجلي، ما بدها يعني. إيه خلص بلا تحضيرات، بصراحة عندهم امتحان رياضيات وأنا ما بعرف درسهم، بنوب مو شاطرة برياضيات أنا. أيوه. أيمت امتحانه؟ بعد بكرة. هو اليوم صراحة بعد الشغل في عندي شيء لازم أعمله، بلكي بكرة وأنا راجع خبرك وبعتي لي إياه، شو رأيك هيك؟ إيه تسلم، ريحت لي قلبي، شكرا كثير. ولو تكرم عينك، إحنا جيران. تسلم لي، بالإذن أستاذ قيس. الله معك. يا مهندس، يا مهندس شوفي. خلاص روح، يلا جاي انا. روح فوت لجوا. كل الأميرات في القصص حلوين
وقويات قصير مثلهم. انت اجمل الاميرات واقوى وحده هني في المستشفى. اي بس بدي اطيب واكون قويه. ان شاء الله مع العلاج راح تطيبي وتصيري قويه. ايش في اعمل عشان اطيب مثل رابنزل؟ دانا بابا انت تعرفي اني انا ما اكذب عليك. انت لا تسوي شيء غير انك تاخذين الدواء وان شاء الله مع الدواء راح تطيبي وانت شاطره وقويه وتقدرين ان شاء الله. كل ما تحسين باي وجه ابغيك تجيني على العياده هني. ماشي. وانا بساعدك بقد ما اقدر. ماشي. يلا برجع لك. ها طيب خلص. اي طمني اول باول. تؤمر يا اختي. واحمد هاي اختي اسال الدكتور اذا في خطوره على دانا اني اعديها. بسالك اياها. اي مع السلامه. مع السلامه. يوم شلونها دانا؟ الحمد لله اعطوها مصل وقالوا ان شاء الله بتصير مليحه. اني كان لازم اروح مع خالي. لا عشان تظلوا ناقر ونقير. خليك هون احسن. على قليله بتساعديني. السلام عليكم يا بنات. وعليكم السلام. هلا. الله يرضى عليك ساعديها. أني؟ أي يوم بديش أظل أسعل بوجهها. يلا. مرحبا. أهلين. كيفك؟ ما شاء الله بنتك بدها تطلع شاطرة مثلك. بنتي أشطر مني. الله يخلي لك إياها. خليني بس أزيدك ما بشوفها ونحط ستراس. الله يعطيك العافية. حلو كثير. خلص أنا بخلي أمي تبلش خياطة اليوم. إن شاء الله. أنتي بترسمي أمك بتخيط؟ أي. يعطيك العافية. تعال شوف وخيم احلى. اي بس تزيد لك مام هيك وحط ستراس. وهي اول زبونه عندك. مبروك صار الموضوع رسمي. الو الو طمني دكتور. لا الحمد لله حطينا لها محلول وريدي والحين صارت احسن والحين هي نايمه. شكرا لك دكتور. لا لا تقدر في اي وقت ثاني ان شاء الله وتاخذها. خليها ترتاح شوي الحين. يلا مسافه الطريق ان شاء الله. مع السلامه. ان شاء الله. يا هلا. ألوان مي، ألوان خشب، ألوان أقلام، خشب، بركة، ألوان، حبيب أقلام، خشب، بركة، ألوان، حبيب. عظيم. طيب وينهم الأغراض هدول؟ هدول بكرفان المعدات. إيه طيب سهلة خلص بخلي ليس يروح يجيبه. ممتاز. ليس 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 هرب الزفت. ليس ما في أصعب إن الواحد يعترف إنه غلطان، سواء غلط في حق حاله أو في حق الناس، بس الأصعب لما الواحد يعترف إنه غلط وما يلاقي اللي يتقبله أو حتى إنه يساعده. أهلا دكتور. مرحبا بسلطان. تفضل تفضل قرب. جزاك الله خير فضلك دايم. بسلطان أنا بغيتك في موضوع. أمر ما يأمر عليك عدو بس أنا ما أبغي أظهر من المخيم. والله ما أدري إيش أقول لك دكتور بس يعني
الموضوع خلاص ما في مجال، دكتور بديل ياي، الإجراءات ماشية. ما تفرق معي، أنا بغيت هني دخيلك، شوف لي حل. شو؟ حلوة هالشوطة. تأخرت. كان عندي شوية شغل والله. يلا جرب شوط هلا على الجول مع حارس لشوف شو بده يطلع معك. شوط. يلا شبك ليس. يا ريت لو في كمان ناس يلعبوا معنا. طب وين رفقاتك؟ جيبهم يلعبوا معك وبصير بدربهم مثل ماني عم دربك. عن جد؟ لك طبعا عن جد. ممكن. ماشي يلا شوط لشوف. انت عملت اللي عليك يا خالد. لا اللي سويته مو بكفايه. شو كان بايدك تعمل اكثر من هيك؟ ما اعرف، يمكن انا ما سويت لك كفايه، كان المفروض اني انا اكمل. يا خالد يا خالد، انت رفعوك رفع من فوق المريض بعد نص ساعه، بس في شغلات بالحياه يعني بتفوق قدرات الانسان مثل الموت، واذا ما قدرنا نتعامل مع هالواقع ومع هالحقيقه بنتعب كثير. دكتور انا مو قادر انام ولا قادر اشتغل، حتى ابو سلطان للحين ما رد عليه خبر اذا انا بتم في المخيم هني ولا لا. ما فهمت، مش انت بدك تضلك بالمخيم؟ اي نعم، انا طلبت من ابو سلطان اني امدد خدمتي هني. وليه طلبت هيك؟ لان في ناس محتاجين. يعني اسفه بس يعني خالد اللي كان جاي هون علشان يعبي وقته قبل ما يسافر على امريكا، واللي كان عم بيشكي انه المخيم ما في شغل كفايه، هلا صار بده يضل بالمخيم. ولما يا الشغل شوفي شو سويت. يا خالد شو سويت؟ شوف كم حدا ساعدت، كم حدا عالجت، كم حدا انقذت. ومو بكل حد. أنا وأنت من بين كل الناس بنعرف كأطباء إنه ما بنقدر نوصل لكل حدا وما بنقدر ننقذ كل حدا. أنا شو أسوي بس عشان أنام؟ مو بقادر أنام. موضوع النوم مش هو المشكلة يا خالد، في شيء أعمق جواتك هو اللي مخليك مش عارف تنام. لو كنت جريء كفاية وواجهت هذا الشيء وحطيت إيدك عليه رح تقدر تنام. شكرا لوقتك، عندي شغلة لازم أسويها. والحقيقة أنا مضطر أن أقول لكم يعني أن أنا جاي أقفل على كل ممتلكاتها لغاية ما الورثة الشرعيين يستلموها، ده حسب كلام المرحومة. الورثة الشرعيين ما أنا جوزها. خليك يا بخليك. صحيان؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلح 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 ابو فهد، بس انا جايب هذا الظرف عشان اعطيه ليزن. تفضل. حصير طيار. شو؟ حصير طيار. طيار اخوي صار طيار.
ساعات الواحد يستسلم على انه مو بقادر يواجه الحقيقة. بالواقع كلنا نغلط. في اوقات لازم نكافح ونكمل حياتنا ولا كأنه صار شيء. تذكرنا الدنيا لما تظلم وتكون في أسوأ حالاتها، لازم ندور على النور. عصان جد غصب عني. لا كل مرة هيك تعمل قيس. بس لحظة ما بدي ورد. لا بربك يعني عملك والله غصب عني تأخرت بسقي. ما بدي أخذها، تحك علي بوردة عن جد بدي أمشي، جاي على بالي أمشي خلاص وأتركك. ولك جايب لك وردة يعني بتعرفي هاي بحياتي أنا ماني عاملة. ماشي لبعت عيدة؟ ما بقى عيدة بس حلوة ما؟ ايه حلوة. طب فيكي تشوفي هاي كمان؟ شو هاي؟ يعني افتحيها وشوفي شو فيها. عن جد؟ أنا من عندي كتير عن جد. متأكد يعني؟ كتير متأكد، بس بدي أعرف أنت شو رأيك؟ رح ألبسه. هاتي لبسك. باليسار ولا باليمين لبسه؟ باليمين يا غليظ. يعني ما بعرف هيك خفت وجعك بصراحة. شلونك يابا؟ خليك قاعد. يابا في كلمتين بدي احكيهم معك، وإذا ما سمعتني يعني حاس حالي بدي اختنق. كل يوم الله يرضى عليك يابا. أنا غلطت معك كثير وحاب أعتذر منك، حقك على راسي. لا يا ابوي كل شيء يعني. يابا أنا كنت أفكر إنك صغير مش واعي اللي بصير من حوالينا، كنت خايف عليك من حالك. يابا احنا عايشين بوضع ما بيسمح لنا نحلم او نعيش بخيال. انا هذا اللي كنت خايف عليك منه. لكن انت ما شاء الله عليك يابا طلعت قدع وقدرت تعمل يلي قليلين بيقدروا يعملوا. اللي قدرت انت بصبرك وجلدك سبقتني وغلبتني وطلعت أشطر مني. اعذرني وحقك على راسي. حبيبي يا ابوي ما صار شيء. معليش يابا أنا غلطت والاعتراف بالذنب فضيلة، وهذا درس حتى أنت لازم تتعلم منه. إذا غلطت لازم تعترف بغلطك وما تكابر. يا ابا سامحني الله يخليك. لا. الله يرضى عليك يا ابا. سامحك يا ابو. الله يرضى عليك يا ابا. تفضل يا ابا. شو هذا؟ طيارة. من وين؟ من وين؟ اشتغلت بايدي. مالك مستقل فيه؟ والله عارف انه ما راح تتوقع اني اشتغل هيك شغلة بايدي. يا ابا هاي ماني قدك، كنت احلم كثير باشياء كثيرة. والظروف ما ساعدتنيش. تفرج الآن اشتغلت لك إياه على السريع يعني ما قدرت أشبس مجلس. لازم ندور على النور، وإذا ما لقيناه وكل شيء حولنا يدل إنه ما في أمل، لازم نصبر إلين ما يلاقينا النور.